سامي وشكرا للرفاق في جمعية وعد على دعوتهم للمشاركة في هذه الندوة. طبعا يعني حوارات سابقة فشلت، أقول حوارات مو حوارين بس، يعني الحوارين مال 2011 2013 وقبل كان أيضا الحوار اللي جرب مع إذا تذكرون الجمعيات الأربع ونفس الشيء قال إلى فشل. وأمامنا الآن منعطف جديد، يعني إذا كرر نفس المشكلة فنحن أمام كارثة وطنية، لأن الأبواب قاعدة تسد وتنتهي كل عملية بآفاق مسدودة للأسف. طبعا ما أقول هذا من أجل التشاؤم، أقول هذا الكلام من أجل أن نعمل جميعا في هذا البلد، قوى سياسية معارضة، سلطة سياسية، جمعيات سياسية الأخرى في الائتلاف وغيرها، الإعلاميون، المواطنون العاديون، علينا جميعا أن ندفع باتجاه أن تصل البلد إلى حل، لأنها لم تعد تحتمل أكثر مما احتملت. طيب أي حوار نريد من حيث الشكل والمضمون؟ هذه الأسئلة بتظل تطرح نفسها علينا. يعني يجب توافر عدد من الشروط اللي تهيئ لحوار ناجح، يجب أن نأمنها، والبقية بعدين على طاولة الحوار نفسها. أعتقد أن أول الشروط المطلوبة هو توافر الإرادة السياسية، بمعنى أن تكون هذه الإرادة إرادة وطنية حقيقية نابعة من المصالح الوطنية، قبل أن تكون ناتجة عن استجابة ملتوية للضغوط أو نابعة من مصالح فئوية ضيقة، وأن تكون لا تقاطع رجاء، احنا كنا غير خاضع لأي يعني ضغوط خارجية. بعدين نعطيك فرصة بأن تتحدث ضمن سياق الحوارات وأيضا المداخلات ويكون في صلب الموضوع. وأن تكون هذه الإرادة السياسية قد استوعبت تماما أننا منذ عام 2011 نعيش أزمة حقيقية تحتاج إلى إصلاحات دستورية سياسية واقتصادية اجتماعية تنعكس نتائجها إيجابا على كل مكونات المجتمع، وتفتح الطريق لتطور وطيد ومضطرد غير قابل للارتداد. أن تكون هذه الإرادة إرادة تغييرية استراتيجية وليس تكتيكية، تتمثل في مناورات التفافية على الطرف أو الأطراف الأخرى لكسب الوقت بهدف إبقاء الوضع على ما كان. تقتضي هذه الإرادة أن تأتي الأطراف محملة بواقعية سياسية في التعاطي مع الأطراف الأخرى، ولا تسمح بتكرار أسباب الفشل السابقة. من الشروط المطلوب توافرها، طبعا أقول شروط مو معناها أنه الواحد يملي شروط، يعني معناها الظروف المطلوبة التي يجب تأمينها. من هذه الظروف المطلوبة هو ربط الإصلاح السياسي بالتوافق المجتمعي. طبعا في الدول المتقدمة حيث تركيبة البرلمان تعكس تماما التوازنات المجتمعية، عندما تصل الأمور إلى مأزق أو إلى أحداث مفاجئة تتطلب معالجات، تجتمع الكتل البرلمانية لتتفق على شيء ثم تذهب إلى التصويت. مع ذلك أحيانا تنشأ حالات تستدعي الاتفاق المجتمعي حتى خارج البرلمان، وهذا إلي صيغة أيضا صيغ الاستفتاء وصيغ الاتفاقات الاجتماعية الأخرى. فما بالك في مجتمعاتنا المتخلفة
وفي ظرفنا إحنا اللي الآن تركيبة السلطة التشريعية لا تعكس حقيقة توازنات لا المجتمع ولا التوازنات السياسية في هذا المجتمع، يبقى التوافق المجتمعي حل مطلوب، لأن هذا الحل أو هذا التوافق المجتمعي سيستهدف الدستور من أجل إصلاحه، سيستهدف السلطة التشريعية من أجل إعادة النظر فيها، سيستهدف القوانين المنظمة لهذه السلطة ولغيرها من أجل إعادة صياغتها. وبالتالي هذا التوافق المجتمعي يجي خارج الأطر من أجل تحسين هذه الأطر وإعطائها دفق الحياة عشان تشتغل. في أمثلة، نعم في أمثلة، دعنا نأخذ مثال المغرب اللي ربط بشكل جيد بين التوافق المجتمعي والإصلاح السياسي. عندما صارت الحركة الاحتجاجية في عام 2011 في المغرب، أدرك ملك المغرب ضرورة التعاطي مع هذا الوضع بجدية، ودعا إلى إعادة النظر في الدستور، وبالفعل عن طريق هذا التوافق المجتمعي خرجت البلد بدستور جديد. هذا الدستور قاعدين نشوف نتائجه الآن كيف يشتغل، أمن يعني الحالة طبيعية في البلد، تجمع وترضي مكونات المجتمع المغربي بكل طوائفه وفئاته الاجتماعية وقومياته. يعني الآن اللغة الأمازيغية اعترف بها كلغة ثانية، اللغة الثانية الحسانية اسمها صارت تتكلم، يعني لها تلفزيونها ولها، المرأة أصبحت تمثل بنسبة 40 المقعد في البرلمان، والشباب دون 40 سنة ضمن لهم هذا الدستور تمثيل، إضافة إلى المشاكل الأخرى التي تم يعني التعامل معها من هذا الدستور. الشرط الآخر المطلوب هو التحلي بواقعية سياسية جديدة، أي الاعتراف بأن جولات الحوار السابقة عكست رغبة الأطراف في الجلوس إلى طاولة الحوار لكنها استنفدت إمكانياتها لبلوغ الحل السياسي ففشلت، وأن الحوار المطلوب يجب أن يكون مغايرا في الشكل والمضمون وليس استمرارا تلقائيا. مطلوب أيضا أن طبعا الاستعداد للحوار مطلوب، ولكن مطلوب هو الاستعداد للانتقال من الحوار، مجرد الحوار، إلى الاتفاقات. يعني احنا نقول حوار ما خالف قابلين بهذا المصطلح انه يمشي، لكن الحوار بمضمونه هو يعني تبادل آراء، تبادل أفكار، تبادل القناعات، ولكن ليس الوصول إلى المطلوب أن نرتقي من حالة الحوار إلى حالة صنع اتفاقات تؤدي إلى التغييرات حقيقية. من الأمور المطلوبة هو مستوى تمثيل الحكم في الحوار، وهذه من الأشياء اللي أعاقت الحوارات السابقة الثلاثة اللي ذكرناها، لأن من يمثل الحكم ليس على مستوى صانع القرار أو متخذ القرار سياسي، وبالتالي لا تؤخذ الأمور بالجدية المطلوبة لتنعكس النتائج على الأرض. الآن في هذا الظرف مطلوب أيضا الخاصية يعني تختلف عن الحوارات الأخرى، هي مسارات هذا الحوار إذا انطلق. يعني نحن كجمعيات سياسية نرى أن اللقاءات الطرفية الثنائية بين الحكم وقوى المعارضة، بين الحكم والقوى السياسية الأخرى، مطلوبة لإنضاج أي اتفاقات قبل العودة إلى طاولة الحوارات، أي أن الاتفاقات الحقيقية يجب أن تصنع في هذه اللقاءات التي تؤخذ مع أصحاب القرار السياسي. المطلوب طبعا التمثيل المتكافئ للقوى، تمثيل متكافئ فيما بين أطراف الحوار وفي داخل كل طرف من أطراف الحوار، بحيث أن تأخذ يعني كل الآراء المطروحة لتعكس نفسها أيضا في النتائج.
من تجارب الحوارات السابقة اتضح أن هناك يعني خاصة 2011-2013 أن هناك عناصر تأزيم عملت على أن يتصل الحوارات إلى أبواب مسألة. مطلوب من كل أطراف الحوار التعامل بوعي مع هذه المسألة واستبعاد هذه العناصر التي تؤثر سلبا ضد مصلحة أو ضد نجاح الحوار. ليست العناصر المؤزمة في داخل الحوار فقط بل وفي المؤثرات على الحوار وخصوصا المؤثرات الإعلامية. هناك عدد كبير من الإعلاميين وظفوا لتسميم أجواء الحوار، عملوا ولا يزالون يعملون على هذا، وهؤلاء يعني هذول موجودين في الإعلام الرسمي، موجودين في الإعلام شبه الرسمي، وهناك القدرة طبعا لدى متخذ القرار بأن يحد من إمكانية هذول، لأن هذول مو بس يعني لعبوا الدور السيء، هم أيضا استغنوا بما فيه الكفاية لعبا على أزمة البلد وأزمة الشعب واستفادوا منها. خلاص جمعتوا ما يمكن أن تجمعوا من فلوس وخلوا العملية تمشي، ما عاد في مجال الاستفادة منها لأن الجميع راح يغرق باستمرارها. طبيعي مطلوب أيضا أن ناخذ الأوضاع الإقليمية العربية والدولية المحيطة بظروف الحوار بسلبياتها وإيجابياتها. هذا العالم من حولنا يتغير ويتغير بتسارع وشدة. يعني الآن الاتفاق الغربي الإيراني حول البرنامج النووي، المحادثات جنيفا التي بدأت اليوم، زين كلها يجب أن تعطي إشارات إيجابية وليس العكس، لمصلحة أن ننطلق نحن أيضا بعملية جديدة ذات مغزى في الحوار. طبعا بحاجة أيضا أن نؤكد أن هذا الحوار، ولو هذا بيكون يعني في جانب الأستاذ سامي بس أحتاج إلى التذكير عليه، أنه تمسك كل الأطراف بالأدوات والوسائل السلمية في جعل الحوار بدون ضواغط زين تهدد أو تؤثر على الأمن المجتمعي في البلد. طبعا هذا مطلوب بدرجة أولى من السلطات نفسها اللي هي صاحبة القوة، اللي في يدها القوة، في يدها الأجهزة أو تشكيلات القوة، وبيدها أيضا المال اللي ممكن تغذي هذه القوة. مطلوب منها بدرجة أولى أن تكف عن التعامل باستخدام المفرط للقوة وبالعقوبات الجماعية التي تسبب ردود الأفعال غير المحسوبة. طبعا مطلوب أيضا من الشارع، القوى الشارع الأخرى، أن أيضا ترتقي إلى المسؤولية بهدف إنجاح يعني العملية الحوارية الجاية. يعني هذه أهم العوامل اللي أثناء النقاش إن شاء الله ممكن باستمرار.